فإذا قيل لك من ادعى أنه يعرف وقت موت الإنسان فهل يكون كافراً بالله؟ فقل نعم، والدليل ما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لما؟ لأنها من أمور الغيب. ولذلك عند مسلم لما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أشراط الساعة قال: فتلك أشراطها في خمس أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية. ومن ثم فإنما ينشر أو يسوق له بما يسمى بساعة الرعب التي انتشرت في وسائل التقنية، بل نشرت في بعض وسائل الإعلام الإخبارية الدعائية، من أن هناك ساعة رعب. وهذا الحكم يشمل ما يمكن أن يستجد ممن فتح علينا، سواء كانت ساعة كما قالوا أو برنامجا أو قل ما تشاء. أعطيتك قاعدة: من يدعي أنه يعرف أنه يموت في وقت محدد أو أن فلانا يموت في وقت محدد فإنه كافر بالله عز وجل، لحديث ابن عمر الذي أوردته. فتلك الساعة المسمى بساعة الرعب التي يقولون فيها: أدخل معلوماتك، أين تسكن، في أي منطقة، ما طعامك، ما الأمراض التي بك. وإذا بهذه الساعة تحدد لك وقت موتك بالأيام وبالسنين وبالشهور وبالدقائق وبالثواني، ثم إذا بها تعد عدًّا تنازلياً، فسميت بهذا الاسم لأنها تعطي كما زعموا، تعطي العبد فرصة إلى أن يحسن من معاملاته مع الخلق. فكل هذا مما يقدح في التوحيد، بل يهدم توحيد العبد. فتنبه رعاك الله، لا ساعة، لا بشر، لا جن، لا إنس، لا مخلوق، لا برامج، لا يعلم وقت موت الناس أو وقت موت ابن آدم إلا الله، فهي من أمور الغيب. فتنبه رعاك الله، فإن التوحيد يطعن فيه مع هذه الوسائل طعنا حثيثا في كل يوم.